التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام والاشواط تتواصل انتهت اشواط المشتركات ولكن بدت في اخرى وهي فيه الصعوب لاول مشاركه ينطلق الشوط التاسع ولكن اول اشواط الصعوب اول اشواط الابكار في هذه الانطلاقات الصليطي على المقدمه حمدان بن حمد بن مبارك الصليطي يتقدم مع المركز الاول مع وعد والوعد كالرعد المركز الثاني يتقدم بن مرخان وياتي بن مرخان الوسمية الوسمية سعيد بن مبارك بن مرخان راعي الوسمية راعي الوعد في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع المركز الثالث الدكتور راشد بن سلطان بن عبيد بن محمد الكعبي الثلاث المراكز الأولى وين الرابعة هذه الشاهينية حمد بن معيوف بن محمد العامري هذه الأربع المراكز أول أشواط الصعوب لمن أول أشواط الصعوب لمن هذه الانطلاقة المشاركات في هذا الانطلاق في هذا الاندفاع الدكتور الدكتورة الدكتورة نعم على المقدمة وراشد بن سلطان بن عبيد بن محمد لك يتقدم ينفرد بالمركز الاول بالمركز الاول في هذا الانطلاق في هذا الاندفاع من غدا في اول الاشواط في الجزيرة راعي الجزيرة يقدم لنا في الصعوبة الدكتورة الدكتورة يا لك عبي مشكور وتحية وسلام على هذا الأداء الدكتورة راشد بن سلطان بن عبيد لك عبي تنفرد تنفرد بدون منافس تاتي بانطلاقة مسافة بينها وبين بقية المراكز ما شاء الله ما شاء الله راشد بن سلطان بن عبيد سلام وتحيه على هذا الفوز يا لك عبي في المركز الثاني والمركز الثالث في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الشاهينية سعيد بن عوض بن محمد بن سالم السبوسي أو سيف بن عوض بن سالم السبوسي التوقيت الزمني مشاهدي العزام عليك عبي دقيقتين و عشر ثانيه توقيت ممتاز بالنسبه للصعوب في هذا الاداء الجميل ومع هذا الانطلاق تهانينا والناموس